عاجل جدا، الجيش المصري يستخدم راجمات الصواريخ ضد أهداف بحرية. وهام، تونس تتحرك في مجلس الأمن ضد إثيوبيا. وسلاح فتاك تمتلكه مصر، ننشر لكم التفاصيل. وخبر صار جدا من الحكومة لكل المصريين، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وهام، تونس تتحرك في مجلس الأمن ضد إثيوبيا. أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة AFP بأن تونس قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إثيوبيا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة. وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الافريقي والامين العام للامم المتحدة للتوصل في غضون 6 أشهر الى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وادارته. ووفقا لمشروع القرار، فان هذه الاتفاقية الملزمة يجب ان تضمن قدرة اثيوبيا على انتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحاول ان لا تلحق الاضرار بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان. كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار الدول الثلاثة للامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة. وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس. المصدر معنا كان من AFP. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا تونس دولة شقيقة تحاول أن تساند مصر في هذه الأزمة. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. ويلا نخش على تفاصيل الأخبار. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل جدا، الجيش المصري يستخدم راجمات الصواريخ ضد أهداف بحرية. شهدت تدريبات قدر 2021 واسعة النطاق التي أجراها الجيش المصري استخدام راجمات الصواريخ عيار 122 ملي لتوجيه ضربات لأهداف بحرية تدريبية. وقد نشر الجيش المصري على تويتر مقطع فيديو أظهر رمايات راجمات الصواريخ ذات 30 سبطانة، والتي تعتبر نسخا كورية شمالية لراجمات الصواريخ سوفيتية الصنع BM-21 جراد. وقد تم وضع تلك النسخ على منصات قاطرات المدفعية ATS-59 غي التي صدرها الاتحاد السوفيتي لمصر في السبعينات القرن الماضي، وإنها استخدمت خلال فترة طويلة لقطر مختلف أنواع المدافع بوزن 1400 كيلو جرام ومدافع عيار 130 ملي من طراز M46 على سبيل المثال. وتميزت تلك القاطرات بقدرة عالية على الأمان واجتياز الحواجز. وقد أدخل الجيش المصري تعديلات في تصميمها لمواصلة استخدامها. يذكر أن راجمات الصواريخ جراد يستخدمها الجيش الروسي كذلك للدفاع عن السواحل، وقد صمم المهندسون الروس على أساس راجمة الصواريخ جراد مجمعا صاروخيا من طراز دامبا، يستخدم لتدمير الغواصات الصغيرة الحجم والضفادع البشرية. المصدر معانا كان من روسيسكا غازيتا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تحية طيبة للجيش المصري. وننتقل مع بعض الخبر آخر. وسلاح فتاك تمتلكه مصر، بننشر لحضراتكم التفاصيل الآن. القوات المسلحة المصرية أعلنت امتلاكها 28 ربا قتاليا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في مصر منذ يومين. وقال قائد القوات البحرية المصرية أن قاعدة تضم فرقتين، تراس فريم بريجماني وفرقة مصرية الصنع تراس جو ويند وغواصة طراز 209، وعشر لانشات مرور ساحلية بعيدة المدى، واربعة لانش مرور ساحلي 28 مترا، و28 ربا قتاليا مدرعا للقوات الخاصة، ولانش قاطرة.
مشيرا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة قادر 2021. نتكلم شوية عن سلاح الرب القتالي. وبالبحث تبين أن سلاح الرب القتالي هو بالإنجليزي RIB، وهي تعني قارب صلب قابل للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة، غير قابل للغرق، ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب. وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ وقوارب النجاة. تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع 6 ركاب. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض للخبر صار جدا من الحكومة لكل المصريين. والبنك المركزي المصري أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية ل 40 مليار 584 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2021. وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن هذه الأرقام بصفة مبدئية، وأشار إلى أن مصر تستورد بما يعادل 5 مليار دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار. وكان المركز المصري أعلن في يونيو 2021 ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية ل 40.4 مليار دولار حتى نهاية مايو 2021، مقارنة ب 40.3 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، ويعني إحنا بنشوف دلوقتي في تحسن في الاقتصاد المصري، يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر لهذا الرقم يعني تحسن جيد. أنا شايف إن شاء الله إن القادم أفضل بإذن الله. وبخصوص موضوع سد النهضة، إن شاء الله سد النهضة يعني هينضرب أو هنلجأ لمفاوضات، والمفاوضات دي هتؤدي لاتفاق ملزم وقانوني لتشغيل سد النهضة وملء خزان سد النهضة. إن شاء الله مصر منصورة، ونثق في قيادة سياسية الرئيس السيسي والجيش المصري، يعني لأن هم عندهم المعلومات الكاملة، ما نتسرعش، وإن شاء الله القادم أفضل. وسد النهضة يا إما هيتضرب يا إما هنمضي اتفاق ملزم مع الجانب الإثيوبي بإذن الله. وجينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون يعني بسيط وخفيف على حضراتكم. كان معكم إسلام الأمين، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.